احذر أن تلمس هذا الشيء. إذا رأيت هذا الشكل ولمسته ستموت في أقل من دقيقة. إنه كذاب. هل هذه المعلومة صحيحة؟ أم مجرد خرافة؟ كل هذا كلام فاضي ولا أساس له من الصحة. فهذا النوع من العناكب يسمى عنكبوت الساعة الرملية، ومن عثر عليه هو مزارع صيني. والطريف في الأمر أنه عندما وجده اعتقد أنه عملة معدنية نادرة، لأنه يمتلك خلفية مسطحة غير عادية لا نجدها في أي نوع آخر من العناكب. ولا ينسج شباك كما تفعل باقي أنواع العناكب، بل تبني جحورا في باطن الأرض أو أنفاق ذات باب متحرك تظل مختبئة بالكامل هناك، وأي حشرة تمر عبر الباب يهجم عليها بسرعة لكي يأكل. وعلى عكس ما يحيي شكله أو اسمه، فهو غير قاتل كما يعتقد الكثيرون، وغير سام وغير عدواني. بالعكس، فهو خجول ويسارع إلى الاختباء في جحره، فهو سمه ضعيف ويؤثر على فرائسه فقط، يعني لا يؤثر على ابن آدم.